كما ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، بعد التحية، نتابع الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا. كيف ترى توجه الرئيس السيسي نحو دول آسيا الوسطى وحرصه على توطيد العلاقات معها، وذلك طبعا في ضوء السياسة الخارجية لمصر المنفتحة على مختلف دول العالم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي زيارة طبعا مهمة، الرئيس يزور دول كثيرة في أماكن كثيرة في العالم شرقا وغربا، لكن زيارة أرمينيا تحديدا لها مغزى مهم، لأنه دي أول زيارة رئيس مصري على الإطلاق، هذا رقم واحد. رقم اثنين، نعلم جميعا أن هناك نزاع كبير جدا بين أذربيجان وأرمينيا، وصل إلى حد الحرب والنزاع المسلح، وتجدد هذا النزاع بدأ سنة 91 ثم تجدد قبل شهور. وبالتالي حينما يزور الرئيس أذربيجان بالأمس واليوم يزور أرمينيا، فده تحرك يعني بيفكرنا بدور مصر اللي المفروض يكون موجود طول الوقت، إن هي مش دولة منكفئة على نفسها في مكانها، لا، ده هي ممكن يبقى لها دور في المحيط، ليس فقط المحيط المباشر اللي هو المحيط العربي والأفريقي، لا، كمان في المحيط الأبعد من هذا الأمر. وبالتالي بيخلي دي القيمة الحقيقية لمصر، إن هي تبقى طرف فاعل ومهم ومؤثر في السياسة الخارجية وفي الصراعات الدولية وفي محاولات تقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة بما يعود على المنطقة كلها بالأمن والسلام، خصوصا كما نعلم هذا النزاع كان له تداعيات كثيرة جدا على أكثر من مستوى، وكان يجر صراعات تدخلت فيها إيران حينا، تركيا، روسيا. وبالتالي ما حدث اليوم هو تطور مهم في السياسة الخارجية المصرية، نأمل أن يقود إلى مزيد من التهدئة ما بين أذربيجان وأرمينيا. نعم أستاذ عماد، ليس فقط على المستوى يعني الدبلوماسي والسياسة الخارجية المصرية، لكن مصر تسعى دائما على توطيد علاقاتها بمختلف الدول، لكن هنا تحديدا في وسط آسيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في أذربيجان والزيارة للهند والآن أرمينيا، كيف تصفها وانعكاسها على الداخل المصري؟ بص حضرتك، مصر الرئيس زار أوزبكستان قبل ذلك، وهي دولة طبعا مهمة جدا في وسط آسيا، ودولة لها شأن كبير جدا في الحضارة الإسلامية، عدد كبير من أبنائها كانوا هم علماء الدولة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية الكبيرة، من أول البخاري إلى البيهقي إلى ابن سينا. زار أكثر من دولة، كمان لا ننسى ان بيننا ما بين ارمينيا علاقات، يعني بيننا وبين اذربيجان علاقات طيبه، وبيننا وبين ارمينيا علاقات طيبه واكثر من طيبه، ونتذكر الدور الارميني الارمن تركوا، يعني بعض منهم ترك بلده هربا من الاضطهاد العثماني في يعني قرون سبقت، وجاءوا الى مصر واستقروا وصارت لهم جاليه كبيره جدا، ومنهم طبعا فنانين كبار، يعني ونذكر منهم طبعا نيلي ولبلبه. والجاليه الارمينيه كان لها تاثير مهم ثقافي وفكري وإنساني في مصر، وما زالت أجيالهم موجودة حتى الآن ومدارسهم كذلك. هذا على الجزء الإنساني والثقافي، لكن التطور المهم هو أن مصر تتحرك يعني في أكثر من اتجاه دعما لفكرة، يعني طبعا كلما كانت هناك علاقات سياسية طيبة مع الدول كلما انعكس ذلك على الاقتصاد، وكلما عاد ذلك بالنفع على المواطنين. على سبيل المثال، في الحالة في الزيارة الهند، مصر كانت تم تكريمها حينما دعي رئيسها عبد الفتاح السيسي ليكون ضيف شرف الهند في عيد الجمهورية، والاحتفال بمناسبة مرور يعني 52 سوري عيد الجمهورية كان في 52، لكن مر 75 سنة على العلاقات المصرية الهندية. الهند دولة بقيت الدولة الأكثر سكانا تجاوزت الصين قبل أسابيع، واقتصادها يتجه ليكون واحد من الاقتصادات العالمية الكبرى، ولديها خبرة وفي مجالات كثيرة جدا خصوصا التكنولوجيا، نستورد منها القمح الآن بعد أزمة كورونا وبعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية. وبالتالي هناك الرئيس يعني في سواء في الهند أو في أذربيجان، كانت أحد اللقاءات المهمة
مع المستثمرين وكبار رجال الأعمال والمصنعين. نعم. ومحاولة جذب هؤلاء للاستثمار في مصر، وحينما يحدث ذلك بطبيعة الحال فسوف يعود بالنفع على جميع المصريين إن شاء الله. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، كنت معنا عبر الهاتف.